إنتاج وفير لمربي النحل يعرض بمعسكر من مادة العسل والبذور والتقنيات الحديثة التي بات المستثمرون يعتمدون عليها. رانا عرضنا تربية الملكات باه نعمرو صندوق تاع النحل بهم. نقدموا التكوين الانتاج والتحويل حتى المنتجات الاولى، منتجات خليط النحل نحولوها لمنتجات كما نقولوا تجميل. احنا النحالين عندنا اشكال في التسويق، لازم لنا لا كوبيراتيف. المعرض اللي كما تلاحظوا احنا في مرحله، في هذه الشعبه في مرحله تكاثر النحل، اذا ارتئينا نديروا هذا اللقاء هذا الفضاء لي ونخصوا، عرضنا جامعيين وعرضنا بياطيره باش يمدوا لهم النصائح في هذا المجال. التكوين والمرافقة وتدعيم المربين من طرف البنوك من شأنه تحسين المردودية وجودتها، خاصة وأننا اليوم في هذه المناسبة تاع تربية النحل قمنا بتمويل عديد من الشباب، مشاريع تاعهم إن شاء الله راهي في طور النجاح إن شاء الله. دونك يعني كل هذه الاستراتيجية الدعم هذه من أجل المحافظة على أولا الفلاح تيكون يعني في ما يخسرش ما يتكبدش الخسائر، ومن أجل أن نوصلها للمستهلك بسعر معقول، وذلك بإشراك المتعاملين خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك صناديق التأمين وكذلك اللونساج واللونجام، من أجل إعطاء فرصة للمتربص بتكوين الملف داخل المركز. هي فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات في مجال تربية النحل.